الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. هذا الباب باب عظيم، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة، وقد بوب عليها في تصنيفه لهذا الباب. وإلا فإن فضائل يوم الجمعة وأحكام يوم الجمعة أكثر مما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب. ويوم الجمعة هو يوم عظيم أضل الله عنه اليهود والنصارى، وخص به هذه الأمة المحمدية، فهو يوم الفضائل ويوم الخصائص، ولكن ما أكثر غفلة الناس عن هذا اليوم العظيم. فيوم الجمعة مع كثرة فضائله وكثرة أحكامه ليس لكثير من الناس فيه حظ إلا رسائل التذكير التي يرسلونها في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. ولا شك أن التذكير بالفضائل والأحكام في يوم الجمعة في وسائل التواصل كلها من باب الخير، ولكن لا يكون حظ المسلم من هذه الفضائل والأحكام مجرد الرسائل، حتى لا تكاد ترى أحداً يعمل بهذه الفضائل إلا قليلاً. فلذلك على المسلم أن يجمع بين الأمرين التذكير والعمل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وشد تثبيتاً. ونحن نرى هذا يعني جلياً ظاهراً، أن الناس في يوم الجمعة يكثرون من التذكير ويقلون من العمل، إلا من رحم الله، فتجد الواحد منهم يذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحظه من الصلاة المقطع الذي يرسله في وسائل التواصل. ولو سألته كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإن صلى مرة ومرتين وثلاث فهذا خير، مع أن الحديث فيه الإكثار، أن تصلي 20 30 40 100 مرة، 200 مرة أكثر. فلذلك على المسلم أن يجمع بين الأمرين في هذه الخصائص والأحكام، أن يذكر وأن يعمل. وفضائل وخصائص يوم الجمعة فضائل كثيرة جدا، ومن أراد الاستزادة فيها فليرجع إلى ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كلامه عن يوم الجمعة في فصل يوم الجمعة، وقد ذكر فضائل وخصائص كثيرة جدا. فمن أراد الاستزادة والإفادة فليرجع إلى ما كتبه هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة الجمعة، إن هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية فيها أحكام كثيرة، وقد استخرج منها العلماء أحكاما كثيرة، ومن هذه الأحكام أن العناية بالصلاة وخاصة صلاة الجمعة مع الخطبة سبب لحصول الرزق، وليس كما يظن بعض الناس الذين يغفلون أو يتغافلون ويتشاغلون عن الصلاة من أجل البيع والشراء، أن هذا هو الذي يزيد من أرباحهم، وقد خابوا وخسروا. فالله عز وجل قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق مع هذه الصلاة والعناية بها، فكلما اعتنيت بالصلاة ازدادت الأرزاق. وليس كما يظن هؤلاء أنهم يبيعون ويشترون وقت الصلاة ويظنون هذا يزيد في أرباحه. فهنا في هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل الأمر بالسعي إلى الصلاة، والمراد في هذه الآية السعي إلى الخطبة، فالخطبة تسمى صلاة. إذا كان الأمر بالسعي إلى الخطبة فكيف بالصلاة؟ فهي أشد وأعظم. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من البيع والشراء وبقية الأرزاق، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لماذا ذكر الله عز وجل الذكر هنا؟ حتى يعلم المسلم أن ارتباطه بربه ليس خاصا بالمسجد. فالذكر المراد، فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الصلاة وإلى الخطبة، ليس هو المختص بالمسلم في هذا الوقت، ليس المسلم مختصا به هذا الوقت، بل ذكر الله عز وجل ملازم لك في كل أوقاتك. ولذلك إذا خرجت من المسجد وأديت الصلاة وأديت ما افترض الله عليك في المسجد لا تغفل عن ذكر الله حتى في خارج المسجد. لذلك قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا. انظر، قال اذكروا الله كثيرا، يعني اجعلوا ذكر الله ملازما لكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذلك عندما تنظر في أحوالك تجد أن جميع الأحوال فيها ذكر لله. تدخل البيت تذكر الله، تخرج من البيت تذكر الله، تأكل تذكر الله، تنتهي من الأكل تذكر الله، تنام تذكر الله، تجلس من النوم تذكر الله، تأتي إلى المسجد هناك ذكر، تدخل المسجد هناك ذكر، تخرج هناك ذكر. إذن حياتك كلها ذكر لله، أذكار الصباح والمساء، أذكار أدبار الصلوات، إذن أنت في ذكر في كل أوقاتك. وهذا هو ارتباط المسلم بربه، أن يكون ذاكرا لله عز وجل كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل من الله للتعليل وليس للرجع. كل الآيات التي فيها لعل في القرآن هي للتعليل وليست للرجع، لأن الرجع هو إذا كان من شخص يتعسر عليه وقوع الشيء. أما في القرآن فهي من الله للتعليل، يعني إذا فعلتم هذا حصل لكم هذا. فإذا فعلتم ما أمركم الله به في هذه الأوامر التي جاءت في هذه الآيات فإنكم فالحون بإذن الله سبحانه وتعالى، مفلحون. وهنا أيضا استنبط العلماء في قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا، استنبطوا أن الأذكار تكون بعد الصلاة، لأن هناك حديث تأتي يعني من قال كذا وكذا في دبر الصلاة، إما أن يكون دعاء وإما أن يكون ذكرا، إما أن يكون دعاء وإما أن يكون ذكرا. ودبر الصلاة يشمل قبل السلام وبعد السلام. فذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ورجحه الشيخ ابن عثيمين إلى أن دبر الصلاة إذا جاء في الأحاديث إن كان دعاء فهو قبل الصلاة، فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. وهذه قاعدة نافعة. وإن كان دبر الصلاة يعني يشمل هذا وهذا، ولكن بالنظر إلى الأدلة يعني قد يقال بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة وتفريقه، لأنه قال الأدعية كلها جاءت قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني انتهى من التشهد فليتخير من الدعاء ما شاء. قال هنا في قوله فليتخير من الدعاء ما شاء جاء بعد التشهد، يعني بعد قبل السلام. بينما الذكر قالوا بعد السلام، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فذكر الذكر بعد الانتهاء من الصلاة والانقضاء منها. وإن كان بعض العلم يرى أن ما جاء في دبر الصلاة يشمل قبل الصلاة وبعد الصلاة، فلو دعا بالأدعية التي جاءت في دبر الصلاة بعد السلام فلا تثريب عليه، لأن المسألة فيها خلاف. ولكن هذا في الجمع بين النصوص، وهو ما ذكره ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، هذا بالنسبة للأسبوع، هذا بالنسبة للأسبوع. أما على وجه العموم فهو كما قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فالجمع بين الحديثين أن هذا الحديث في أيام الأسبوع، ويوم عرفة في أيام العام. قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم. وهذه كلها حكمة من الله، خلق آدم في يوم الجمعة وإدخاله الجنة في يوم الجمعة وإخراجه منها، كلها لحكمة بالغة. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع ذكره أن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، دليل على عظمة هذا اليوم في فضيلته وفي خطورة المعصية فيه. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل يوم الجمعة أن العصاة يخافون من المعصية في يوم الجمعة وليلة الجمعة، أن حتى العصاة وأهل الإجرام يخافون من المعصية في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ولكن في الأزمنة هذه المتأخرة صار الأمر عاديا عند الناس، بل صارت السهرات في الليالي ما تكون إلا في ليلة الجمعة، وكل هذا من الغفلة عن عظمة هذا اليوم العظيم الذي خلق الله في آدم وادخله الجنة وأخرجه منها بسبب معصية واحدة، مع أنه تاب صلى الله عليه وسلم مع زوجته حواء، وكان حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل وقوعه في الذنب صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.